الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 38 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الإشعريين رضي الله عنهما، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيحه الحديث 61 بعد 506,000. قال: حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا يزيد عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، موضع بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة منه إلى المدينة، وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة، ومعه بلال، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال: ألا تنجز لي محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر. الزهر كان سأل النبي مسألة من أمور الدنيا، يعني صدق شيء منها، فبيسأل النبي: ألا تنجز لي محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، يعني أبشر بفرج الله، برزق الله، بتوسعة الله، برضا الله، أبشر وخلاص، يعني أبشر بأي شيء يفرح يعني، وما تأتي من النبي معناها تحقيق البشارة. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر، وأنا هستفيد بالكلمة دي، أنا عايز غنم وإبل وأكل وشرب، فهمت؟ سوء أدب، سوء أدب. فقال له الأعرابي: أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان، والنبي لما يغضب دليل أنه هو إيه، يعني علم أن هذا الأعرابي رفض خيرا كثيرا له برفض بشارة النبي، فالنبي غضب شفقة على هذا الأعرابي، مش غضب من الأعرابي، ده غضب شفقة عليه بسبب جهله وسوء أدبه. فقال: إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما. دول جايين ما يعرفوش الحوار، سيدنا أبو موسى الأشعري داخل وسيدنا بلال، كانوش يعرفوا الحوار، وشافوا النبي إيه غضبان شفقة على هذا الرجل الجاهل الجهول الذي رفض بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ضمن كلام النبي كسائر الكلام، كلام النبي حق ليس كسائر الكلام. فقال: إن هذا قد رد البشرى فاقبل أنتما. ما سألوش بشرى إيه، شفت بقى التسليم، طب ما تبقى مع النبي تبقى مسلم تقوم تكسب، إنما تقعد تناقش تخسر كتير. ليه؟ لأن النبي كان يقول: أنا منكم بمنزلة الوالد من والدي، فإذا كنت مع أبيك فسلم له، ليه؟ لكمال شفقتي ورحمتي بك، فلا تختار معه بل اتركه يختار لك، فهو لكمال شفقته وأكثر خبرة يختار لك ما تظن أنه، يعني ما لا تظن أنه فيه المصلحة، بل يختار لك المصلحة، فهمت؟ فقال: إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقال: قبلنا يا رسول الله. ما قالوش بشرة إيه، ما سألوش، شفت بقى الأدب، البشرى معناه الخبر السار في أي موضوع،
فالنبي بيبشرك بسرور وفرح وانشراح، مش مهم في اي موضوع، يكفيك ان هو ياتيك البشرى من النبي، فاذا اتت من النبي كانها جاءت من الله، لان هو رسول الله، كلامه حق وحي، فهمت؟ فاقبلا انتما، فقال قبلنا يا رسول الله، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني لفظ ما في فمه في هذا الماء، ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا، فاخذ القدح ففعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اختلط في دمهم ودخل في جوفهم وغسل ابدانهم اثار ريق النبي صلى الله عليه وسلم في الماء الطهور، ماء طهور وفيه اثر ريق النبي وفيه اثر كمان اعضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحصلت لهم البركة الكبيرة، وفي التبرك باثار الصالحين. فاخذ القدح ففعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادتهما ام سلمة من وراء الستر، ستنا ام سلمة كانت خلف الستر شايفة الحوار ده، افضلا لامكما، يعني سيبوا لي شوية مية مني، أفضل لأمكما مما في إنائكما، فأفضل لها منه طائفة، يعني كمية، طائفة يعني كمية. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي عامر، قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبيه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه، فقال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر، قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني جشم بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه، يعني هم راجعين دخل سهم في ركبة عامر، ركبة أبي عامر يعني، فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه يعني وصلت إليه، فقلت يا عمي من رماك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي، تراه ذلك؟ فأشار أبو عامر إلى أبي موسى، قال له إن هذا، يعني بيشاور على السهم اللي ثابت فيه، إن هذا لقاتلي، إن ذاك قاتلي، تراه ذلك الذي رماني؟ قال أبو موسى فقصدت له فاعتمدته فلحقته، وشاور على الراجل اللي رمى السهم، كويس؟ فقصدت له يعني توجه إلى جهة الرجل الذي رمسه، فاعتمدته فلحقته، فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعته، وجعلت أقول له ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ لأن كانوا يعني العرب تزدري وتستحي من خلق الجبن حتى ولو كان كافر، فهو لما لقاه بيجري منه قال له أنت مش عربي؟ تستحي من الجبن ده؟ واجهني، ليه تهرب مني؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فكف، فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف فقتلته، ثم رجعت إلى أبي عامر وهو كان السهم داخل ركبته، فقلت إن الله قد قتل صاحبه، ما قالش أنا قتلته، شوف الأدب بقى، إن الله، لأن الله هو الحقيقة الذي يفعل، لا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى كانوا متحققين بمراتب الفناء في الله، وأنهم لا يروا أن هناك فاعل إلا الله، فإذا فعل شيئا وأنجزه الله على يديه لا ينسب الفعل لنفسه بل ينسبه إلى الفاعل الحقيقي وهو الله، ده يدلك على أنه من أهل الحقائق لا من أهل المظاهر، سيدنا أبي موسى والأشعريين من أهل الحقائق، اللي هو اتولد من صلبه بعد كده من ذريته سيدنا أبي الحسن الأشعري الذي حقق مذهب أهل السنة،
بعد ذلك، حيث انتشرت الفرق الكلامية التي كادت يعني تزيغ المسلمين عن عقيدة السلف الصالح، وكثر الكلام وكثر التكسيم وكثرت الطوائف التي دخلت في الإسلام ولا تفهم العربية، وترجموا الفلسفة ودخلت الفلسفة في عقولهم وكادت تخرجهم عن عقيدتهم السليمة. فقيض الله لهم واحد من أبناء سيدنا أبي موسى الأشعري، وهو أبو الحسن الأشعري، وهو من أحفادي أحفاده، لأنهم كانوا أهل حقائق من بدايتهم كده، أهل الحقائق تعرفها من كلامه. قال له إيه؟ إن الله قد قتل صاحبك، مع أنه هو اللي كان بيبرزه، كان ممكن أنا قتلته، فهمت إزاي؟ لكن لا، دول من أهل الحقائق، دول لا يغتروا بالمظاهر، لكن لا يروا في المظاهر إلا الظاهر وهو الله سبحانه وتعالى، فهم؟ وده مشهد مختلف تماما، اللي هو إيه؟ مشهد أهل الحقائق عن أهل المظاهر. فهناك من ينظر إلى المظاهر فينجرف إليها وينشغل بها، وهناك من يعيش مع المظاهر ولا يرى إلا الله، اللي سموها إيه؟ وحدة الشهود عند الصوفية، أهل وحدة الشهود. فكان متحقق بوحدة الشهود، فلا يرى فاعلا إلا الله. فقلت: إن الله قد قتل صاحبك. قال: فانزع هذا السهم. خطر بقى من النواحي الجراحية، لما تلاقي سكين أو سهم مرشوق في الجسم ما تنزعوش إلا في المستشفى، لأنه ممكن يكون داخل جوه شريان رئيسي سادد الدم، فلو نزعته ينزف لحد ما يموت قبل ما توصله المستشفى. يبقى ما تشوف واحد داخل في سكينة كده ورشقة، انقله في الإسعاف زي ما هو، فهمت إزاي؟ ما تفكرش تروح نازعها، لأنك لو نزعتها كده هتفرغ المكان فيخرج الدم ينطلق، ينتهي الإنسان ويموت قبل أن يصل إلى إلى المستشفى. وعشان كده حتى الدكاترة المفروض يدخل يتبنج ويفضل في السكينة كده رشقة فيه، وبعد ما يبتدي ويفتح حواليها لحد ما يشوفها هي رشقة فين، وبعدين يشيلها على نور عشان يشوف هي فين. بتفوت على جراحين كتير هذه المعلومة للأسف، وبتفوت على الناس في الحوادث، تلاقي واحد في حادثة وداخل في جسمه حاجة غائرة، يقوم علشان ينقذه يقول لك أنا ما أشيلها وأطلب الإسعاف. لا، ما تشيلهاش، يطلب الإسعاف وسيم، فهمت إزاي؟ ليه بقى؟ لأن ممكن لما تشيلها ينفجر الدم من الخرم ده، فهمت؟ قال: فانزع هذا السهم. فنزعته فنزع منه الماء، يعني نزف الماء هنا الدم، فنزع منه الماء يعني انفجر منه الماء اللي هو الدم، يعني نزف. فقال: يا ابن اخي، لما شاف نفسه نازل، لان في شريان رئيسي خلف الركبه معروف، واخد بالك، اسمه الشريان المقبضي، شريان رئيسي، فلما يتعور ينزف كميات ضخمه بحيث ان في 5 دقائق الانسان ينتهي، يموت خلاص انتهى، كانه ذبح نفسه، فاهم؟ فهو لما شاف الدم منفجر بقى كده عرف انه ميت. فقال: يا ابن اخي، انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك ابو عامر: استغفر لي. قال: واستعملني ابو عامر على الناس، يعني خلى هو بقى المسؤول عن هذه السريه ومكث يسيرا، ثم انه مات بالنزف. فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استفدنا من هذا حقيقة طبية مهمة جدا في الحالات الحوادث، إن لو في شيء غارز في جسم إنسان لا أنزعه حتى يصل المستشفى به، ولا ينزع إلا في حجرة العمليات. بتوع الإسعاف يعرفوها، والناس العوام يعرفوها، وكل الناس تعرفها، لأن كم من إنسان مات بسبب هذا الخطأ، فهمت بقى؟ فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمل، يعني منسوج، مرمل يعني منسوج بالسعف، بالزعف، عارف السعف ده بيستخرج من النخل، ويربطوا بيه، يربطوا السعف ده يعملوه كده
مجموعات ويروحوا رابطينها 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 ويربط المجموعه في مجموعه لحد ما يعمل سرير او ايه او فراش كده. فهمت ازاي؟ يسموه ايه؟ مرمل. على سرير مرمل وعليه فراش. وتملي لما تنام انت على الحاجات اللي زي دي بتلاقي فيها الرباط بيبقى مجموع كده فعامل بروزات، فالبروزات دي لما تيجي تنام عليها تجمع تعمل ايه؟ علامه في ايه؟ في جسدك. وده يعني فراش الفقراء، كان النبي كان متزهدا في الدنيا. كان ممكن يجيب ريش نعام، كان ممكن يقول لسيدنا جبريل وانت جاي لي يا جبريل هات لي حاجه من الجنه انام عليها. ما تدخلش ليه ايدك فاضيه. لكن النبي كان لا ينظر الى الدنيا صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الجنة بل عرض عليه قطوف من الجنة فلم يرد أن يطعمها قبل أن تطعمها أمته معه صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان حب يأكل ما كانش حد يمنعه، لكن النبي شفقة ومحبة لأمته لم يطعمها حتى تأكلها أمته معه صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل عليه سيدنا أبي موسى بقى، وكان النبي قاعد فين؟ وهو في بيت على سرير مرمل وعليه فراش، وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنبه، يعني سايب الأثر عليه. فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر، وقلت له قال قل له يستغفر لي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع إليه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. يعني الدعوة الأولانية فوق كثير من الناس، وهنا قال له ادخلوا مدخلا كريما، والثانية لأبي موسى. باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم. وعنه به قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقتي الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. يعني كثير الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يجوا الأشعريين يسمع نغم القرآن، نغم القرآن كأنهم ماشيين يقروا قرآن، قاعدين يقروا قرآن، يعني أهل ذكر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أعرفهم بنغمتهم، أول ما يجوا أسمع نغم القرآن أعرف إن الأشعريين جم. يبقى دول عايشين يترنموا بالقرآن ليل نهار، أهل ذكر يعني. إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. وعن أبي قال حدثنا أبو عامر الأشعري وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة قال حدثني يزيد بن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني فني زادهم، أرملوا يعني فني زادهم، يعني لما زادهم وطعامهم يفنى أرمل معناه أرملوا، أو قل طعام عيالهم بالمدينة سواء كانوا في سفر أو في المدينة في حال الإقامة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، كل واحد يطلع كل اللي عنده ويحطوه في ثوب واحد يقتسموه عليه. يبقى أهل إيه؟ مواساة. أهل مواساة وأهل إيثار. والنبي كان يحب خلق الإيثار وخلق المواساة صلى الله عليه وسلم. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم. النبي يحب الأخلاق دي، يعني هم من أخلاقي وأنا من مثل أخلاقهم، أحب وأنصر وأدعو إليها، وهو الإيثار والمواساة. باب من فضائل أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه.
وعن أبي قال حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر وهو ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا أبو زمير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، يعني بعد إسلامه، لأن أبي سفيان عدوته كانت شديدة، وهو اللي قاد الحروب ضد المسلمين في بدر وفي أحد. كان هو في بدر كان السبب أنه إيه أخبر قريش، قريش كلها اجتمعت علشان إيه تفني المسلمين، وهو الذي جاء في أحد، وهو الذي كان يقود الجيوش في الأحزاب. فأبو سفيان ده حكايته حكاية مش سهلة، والعداوة شديدة، فهمت إزاي؟ عشان كده لما أسلم المسلمين ما كانوش إيه برضو مش مبسوطين منه بسبب إيه تاريخه الدموي والعداء الدموي اللي كان يقصد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ووقت دعوته، فهمت بقى؟ عشان كده ما كانوش يقعدوا معاه بالرغم انه اسلم، لما يقعد في حته يسيبوه يمشوا، واخد بالك؟ ولما يكونوا هم قاعدين ويجي يسيبوا له المكان ويمشوا، يعني ما يحبوش يقعدوا معاه، فهمت؟ قال كان المسلمون لا ينظرون الى ابي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل أبي سفيان بعد كده لما أسلم عايز يزيل الوحشة دي من قلوب المسلمين، عايز ياخد حاجة من النبي كده تعمل له كده يعني مقام قدامهم علشان يتباهى بها قدامهم، يعني عشان يعني ينسيهم الماضي الأسود، بالرغم أن الإسلام يهدم ما كان قبله هذا عند الله، لكن عند الخلق مش قادرين ينسوا، فهمت؟ صحيح الإسلام يهدم ما كان قبله عند الله، لكن الخلق ضعاف، أحيانا الإنسان من شدة العداوة يبقى طبيعته مش قادر ينسى العداوة بالرغم ان هو ربنا غفرها له، فهمت بقى؟ يعني قد يغفر الله الذنب والعبد لا يغفره، شفت قد ايه؟ فهو عايز بقى ايه ياخد ايه منقبه من النبي كده النبي يشكر فيه، يقوم ايه يبقى ليه وجه كده اما يقعد مع الناس بدل ما الناس ايه بتنزوي عنهم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله ثلاث اعطينيهن يا رسول الله، يعني ينوه على فضائلي وبيقول للنبي الفضائل بتاعته، يعني هو كمان بايه بيزكي نفسه قدام النبي، يعني يا رسول الله انا هقول لك ثلاثه ايدني فيهم، لو ايدتني فيهم دي تعمل لي وجه عند الناس، فهمت ازاي؟ ثلاث اعطينيهن، قال نعم قول اللي عندك. قال عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه بنت ابي سفيان ازوجكها. قال نعم، الحديث ده فيه إشكال لأن النبي كان متزوجها أصلا قبل كده، مش كده برضه؟ ده النبي تزوجها وهي كانت في الحبشة، واللي عقد عليها بالوكالة اختلفوا، والراجح إنه كان النجاشي لأنه كان هو إيه حاكم المكان، فهمت إزاي؟ فده كان ومعروف قصة أبي سفيان لما جاء بعد صلح الحديبية وحصل إن قريش نقضت العهد، فجاء ابو سفيان عشان يعتذر للنبي ويقول له هنجيب لك دية اللي اتقتل، واخد بالك؟ فدخل على بيت ابي ام حبيبه اللي هي بنته علشان توصله للنبي صلى الله عليه وسلم وتشفع له عند النبي، فبنت ام حبيبه ايه منعت ان هو يجلس على فراش النبي وقالت انك كافر لا تجلس عليه، فمعروف ان كان مزوجها النبي قبل اسلامه، فالحديث فيه اشكال، فهمت ازاي؟ الحديث فيه اشكال علشان كده، لكن على اي حال ممكن نفهمه بان ان ابي سفيان اراد ان يذكر الناس بان ام حبيبه بنته هي ام للمؤمنين، ما دي كفايه منقبه برضه، كانه عايز يذكرهم بالواقع اللي حاصل من زمان، لكن احيانا الناس مع قدم الواقعه ينسوها، فهو عايز يجدد العهد بها، يبقى ازوجكها يعني ايه اجدد العهد بايه بتزويجك ام حبيبه امام الناس حيث انهم نسوا علاقتي بها وانها ابنتي وانا ابوها، فكل فضل لها انا اشركها فيه، فهمت؟ وعايز يعني يجيب لنفسه منقبه يعني، وعلى شكلنا نفك الاشكال بانه عايز يجدد العهد او يشهر المساله التي كانت من القديم فنسيها الناس عشان نشيل الاشكال، لانها كانت لدرجه ابن حزم جاء في الحديث ده وقال لك ده موضوع، ابن حزم الحديث موضوع، ازاي تقول موضوعه في صحيح مسلم؟ قال لك اه، قال لك ده عكرمه اللي هو بيروي عن ابي زميل ده كذاب، وعكرمه ما كانش كذاب، ومعروف ان ابن حزم كان يتسرع شويه في ايه في الهجوم على خصومه عموما، طريقته كده وكان شديد حد الذكاء،
واخد بالك؟ هو كان متسرعا احيانا من شده حده ذكائه، كان عنده حده كمان في المناقشه. فالعلماء طبعا ما وافقوش ابن حزم ازاي انك انت تقول ان حديث موضوع هو في صحيح مسلم، لانه ممكن نفهمه بطريقه ثانيه. انت ليه عايز تفهمه ان هو بيناقض الزواج القديم وده المثبت، واخد بالك؟ طب ما يمكن هو عايز يشهر شيء كان قديما عشان يفتخر به وتبقى الحكايه سهله وماشي. فهمت بقى المساله؟ ويعني ممكن نفهمه بهذه الطريقه يعني. قال: عندي احسن العرب واجمله ام حبيبه بنت ابي سفيان، ازوجكها. قال: نعم. يعني كاني الم ازوجكها؟ يعني اوافق على زواجك بها وانا حتى كنت كافر؟ يعني اليس هذا يشفع لي عند الناس ان انا لم امنع ابنتي لك بالرغم مخالفتي لك وعداوتي حال كفري؟ دليل ان في نوع من الموده هي موجوده، واخد بالك؟ وان لم تكن عداوه صرفه يعني. قال: ومعاويه تجعله كاتبا بين يديك، وتاخد ابني كمان تبقى بنتي متجوزها والكاتب بتاعك اللي بيكتب الرسائل معاويه، عشان يبقى ليا بس وجاهه كده قدام الناس. اما اقعد كده قدام الناس ده انا بنتي زوجه النبي وابني كاتب النبي، يعني اقول حاجه علشان ايه؟ اعوض اللي حصل لي. فهمت؟ ومعاويه كان كاتب ليس للوحي، لم يكن كاتبا للوحي، كان كاتبا للرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم. فاخطا بعض الناس وكتبوا انه كاتب الوحي، لم يكن كاتبا للوحي، اسلم بعد ما كان معظم الوحي كان كتب بعد فتح مكه. فهمت ازاي؟ يبقى لم يكن كاتبا للوحي بل كان كاتبا للرسائل. قال: ومعاويه تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال له: طلعني كده في غزوه اكون انا القائد كده مع المسلمين اقاتل الكفار زي ما كنت انا بقاتل المسلمين عشان اصلح غلطتي يعني. يبقى هو كان بيطلب ليه مناقب اهو، اصله مالوش منقبه، مسكين. فهمت ازاي؟ كان مسكين في وسط الصحابه اللي سبقوه للاسلام وهو ايه؟ يعتبر زعيم في قومه. فكان على شكل، والرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يديله هذه المنقبه لانه كان يحب الفخر. حتى سيدنا العباس لما قال لسيدنا رسول الله: يا رسول الله ادي له حاجه كده في فتح مكه، فان ابي سفيان يحب الفخر. قال: من دخل بيت ابي سفيان فهو آم. وبعد كده اللي اداه لابو سفيان اداه لكل الناس. قال: ومن دخل بيته فهو آم. يعني اللي اداه لابو سفيان اداه لكل الناس بعده. قال: ومن دخل بيته فهو آم. فشفت النبي سياسته مع الناس. فهمت ازاي؟ يعني سياسه النبي كيف انه كان يجبر خاطر المكسور وكان يستر المعيب، وكان النبي لا يحب ان هو يعني ايه يظهر المعايب، بل كان يستر المعايب صلى الله عليه وسلم ويغطيها بمناقب. هذا حال النبي، عشان كده كان الناس تحبه، محدش تعامل مع النبي الا احبه صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل عذر المعتذر. فكل الحاجات دي مهمه نتعلمها من النبي في التعامل مع الناس. قال: نعم. قال ابو زميل: ولولا انه طلب ذلك من النبي ما اعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم رضي الله عنه. معلوم أن سيدنا جعفر بن أبي طالب كان قد هاجر إلى الحبشة ومكث فيها حتى جاء مع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر في العام السابع من الهجرة، سيدنا جعفر بن أبي طالب، وكانت معاه أسماء بنت عميس زوجته، كويس، وجمعهم الاشعريين. لان انت عارف ابو موسى الاشعري لما حب يروح على المدينه وسمع النبي هاجر ركب مركب من اليمن هو والاشعريين، حصل هيجان في البحر، واخد بالك؟ فالمركب رست على ايه؟ على الحبشه. فلما نزل الحبشه لقى هناك جعفر، فقعد مع جعفر، قال بقى اروح المدينه معاه. فهمت ازاي؟ فضل عايش معاه بقى فتره عده سنوات لحد ما جاء في السفينه ايه الى المدينة بعد ما انتهى النبي من فتح خيبر مباشرة، لدرجة ان النبي اداهم من قسم خيبر، كويس، وسموا نفسهم ايه؟ اصحاب السفينة، سموا اصحاب السفينة. باب من فضائل جعفر بن ابي طالب. تعرف ان جعفر بن ابي طالب ده ايه؟ استبدل الله بيديه اللي هم قطع في مؤتة بجناحين في الجنة، فسموه جعفر الطيار، هو ايه؟ الاخ الاكبر لسيدنا علي،
وسيدنا علي ليه اخين عقيل وجعفر، مش كده برضو؟ وسيدنا علي من فضائل جعفر بن ابي طالب واسماء بنت عميس، كانت زوجة له ثم تزوج بعد ذلك ايه ابو بكر ثم تزوج علي، يعني ايه تزوجت الخلفاء الكبار. ستنا اسماء بنت عميس من فضائل جعفر بن ابي طالب واسماء بنت عميس واهل سفينتهم رضي الله عنهم. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن براد الاشعري ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني بريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخر يعني هجرته يعني، فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لي انا اصغرهما احدهما ابو برده والاخر ابو رهم، اما قال بضعا واما قال 53 او 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينه فالقتنا سفينتنا الى النجاشي بالحبش، الامواج طاشت بالسفينه فلقوا نفسهم ايه في الحبش عند النجاشي. فوافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه، يعني قابلنا، يبقى فوافقناه يعني قابلنا، فوافقنا جعفر بن ابي طالب واصحابه عنده، فقال جعفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وامرنا بالاقامه فاقيموا معنا، فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، يعني في العام السابع من الهجره قبل فتح مكه بسنه، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا. مع أن أبو هريرة أسلم برضه في إيه لما النبي فتح خيبر وأسلم، والنبي ما ادالوش سهل لأبو هريرة، لكن ادى لأصحاب السفينة، فهمت؟ إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة، احنا هاجرنا بقى لنا 7 سنين وانتوا لسه جايين النهاردة. يقول لهم كده، كان يتباهوا بإيه بمصارعتهم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. أسماء بنت عميس راحت تزور ستنا حفصة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر على حفصة، سيدنا عمر بيزور بنته حفصة، شاف عندها أسماء وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. قال عمر الحبشية، هذه البحرية اللي كانت في الحبشة يعني. قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه، يعني اللي جاي في البحر يعني. فقالت أسماء نعم. فقال عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، احنا اللي هاجرنا بقى معاه وحضرنا بدر وحضرنا أحد وحضرنا الأحزاب وانتوا قاعدين هناك في الحبشة. فغضبت وقالت كلمة كذبت يا عمر، يعني أخطأت، كذبت بمعنى أخطأت بلغة قريش لأنها قرشية، يبقى كذبت يعني أخطأت، زي ما النبي قال كذب سعد يعني أخطأ سعد. وقالت كلمة كذبت يا عمر، كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. انتوا هنا مستمتعين بالنبي وقاعدين معاه ياكلكم ويشربكم ويوعظكم، واحنا قاعدين هناك في البعد وعايز تسوي اجرنا باجركم، انتوا قاعدين هنا متمتعين واحنا قاعدين في الغربه. فهمت ازاي هي بتاسهاله يعني. وذلك في الله وفي رسوله ويم الله، قسم معظم يعني، كان بتقول والله العظيم لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأله، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. ما رضيتش حتى تاكل إيه الضيافة اللي هتطلع لها حفصة، قالت والله ولا أكل حاجة ولا شرب حاجة، هسيب لكم البيت، مش هروح النهاردة إلا لما أروح للنبي أقول له الكلام ده، لا هزود ولا بالغ، هقول اللي حصل بالظبط. كويس؟
قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة. ده عمر ده أصحابه هجروا هجرة واحدة، انتوا لكم هجرتين. ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. هجرتوا لهنا وهجرتوا هنا، انتوا فين انتوا؟ انتوا مقام كبير قوي. شفت النبي يجبر كسرة ايه الناس ازاي، مع ان سيدنا عمر افضل منها، لكن مش وقته، ده مش وقته دلوقتي، مش وقت نتكلم احنا دلوقتي ايه جبر الخاطر المكسور. ولكم انتم اهل السفينة هجرتان. قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا أفواجا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنها بقت إيه يعني، هي اللي حفظ الحديث ده، وأهل بقى إيه الأشعريين اللي جم في السفينة كل واحد يخبط عليها البيض وعايز يسمع الحديث منه، كل واحد يخبط عايز يسمع الحديث منه، فرحانين بيه جدا. فهم؟ قال أبو بردة فقالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. يعني كل ما يقابلها يقول لها قول لنا بقى الحديث، احكي لنا الحكاية تاني. كل ما يقابلها ليه؟ لأنه كان من أهل السفينة، فخد هو برضو جزء من هذه الفضيلة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم والحقنا بهم على خير حال، وأن يميتنا على ما ماتوا عليه من كمال الإيمان والإسلام والإحسان. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.